بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الجزء الثالث من كتاب صفة الصفوة. لا نزال في بساتين ومروج الصالحين، ومن هؤلاء الصفوة مرة بن شراحيل الهمداني. عن الحارث الغنوي قال: سجد مرة الهمداني حتى أكل التراب جبهته، فلما مات رآه رجل من أهله في المنام كأن موضع سجوده كهيئة الكوكب الدري يلمع، فقلت له: ما هذا الذي أراه بوجهك؟ قال: كسي موضع السجود بأكل التراب له نورا. قال: فما منزلتك في الآخرة؟ قال: خير منزلة دار لا ينقل عنها أهلها ولا يموتون. عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش قال: كنا إخوة ثلاثة، وكان أعبدنا وأصومنا وأفضلنا الأوسط منا، فغبت غيبة إلى السواد، ثم قدمت على أهلي فقالوا: أدرك أخاك فإنه في الموت، يعني على وشك الموت. فخرجت أسعى إليه، فانتهيت إليه وقد قضى وسجي بثوب، فقعدت عند رأسه أبكيه، فرفع يده فكشف الثوب عن وجهي وقال: السلام عليكم. قلت: أي أخي، أحياة بعد موت؟ قال: نعم، إني لقيت ربي فلقيني بروح وريحان ورب غير غضبان، وأنه كساني ثيابا خضرا من سندس واستبرق، وإني وجدت الأمر أيسر مما تحسبون. ثلاثا، يعني صار يكررها ثلاثا: وإني وجدت الأمر أيسر مما تحسبون، وإني وجدت الأمر أيسر مما تحسبون، وإني وجدت الأمر أيسر مما تحسبون، وإني لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقسم ألا أبرح حتى آتيه، فعجلوا جهازي، ثم طفئ، يعني مات، فكأنه أسرع من حصاة لو ألقيت في ماء. ومن هذه الصفوة شريح بن الحارث بن قيس القاضي. عن الشعبي قال: شهدت شريحا وجاءته امرأة تخاصم رجلا، فأرسلت عينيها وبكت، فقلت: يا أبا أمية، ما أظنها إلا مظلومة. فقال: يا شعبي، إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون. ويقصد شريح أن الإنسان لا يستعجل في الحكم، يجب عليك أن تسمع من الطرفين، ولا تأخذك العاطفة ولا يأخذك الحماس والاستعجال. مثل القصة المشهورة أن رجلا أتى إلى قاضي وعينه مفقوءة، فصار يشتكي ويشتكي، فلما استدعوا الآخر وجدوا عيناهم مفقوءتان. فاحذر أن تستعجل ويأخذك الحماس. عن الأعمش قال: سمعتهم يذكرون عن شريح أنه رأى جيرانا له يجولون، يعني يتمشون في الشوارع يدورون، فقال: ما لكم؟ قالوا: فرغنا اليوم. فقال: ما بهذا أمر الفارغ، وهو يقصد في قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت فانصب إلى العبادة. طبعا يا أخوة يا أخوات، لا بأس أن الإنسان يخرج ويتفسح، وهذا من الدين، إن لنفسك عليك حقا، ولكن هذا الانتقاد أن يكون يومك 24 ساعة وأنت في لعب ولهو، ويعني مضيع للوقت، مثل بعض الشباب هذه الأيام كل وقته أمام البلاي ستيشن وعلى برامج التواصل الاجتماعي. فالإنسان لا يكون بطالا فارغا يبتعد عن الهدف الأول والأسمى في حياته،
عن أساس وجوده وهو معرفة الله وعبادة الله، ساعة وساعة لابد أن تكون لك مثلا حلقة في حفظ القرآن، لابد أن تكون لك برامج دينية تتابعها عن طريق مثلا اليوتيوب أو أي قناة من القنوات الإسلامية، لابد أن تكون عندك صلة بالله، تغذية للروح والإيمان. فالإنسان إذا لم يغذي روحه يكتئب، إذا لم يغذي روحه بالإيمان والاتصال بالله لا يطمئن ولا يرتاح. الله نور السماوات والأرض، من اقترب منه سعد وفرح واستبشر، ومن ابتعد عن الله ضاق وأظلم واستوحش. ومن هؤلاء الصفوة كذلك معضد بن يزيد العجلي. عن بلال بن سعيد عن معضد قال: لولا ثلاث ظمأ الهواجر وطول ليل الشتاء ولذاذة التهجد بكتاب الله عز وجل ما باليت أن أكون يعسوبا. اليعسوب هو نوع من أنواع النحل، يعني لولا لذة هذه العبادات لما كان للحياة طعم ولا كان للوجود قيمة. بالنسبة له هذه هي الحياة ومعنى الحياة. ظمأ الهواجر الصيام في الصيف، وطول ليل الشتاء يقصد أن الشتاء ليله طويل، فكان يستمتع بقيام الليل وتلاوة كتاب الله عز وجل، كما يقال يعني الشتاء ربيع المؤمن. عن إبراهيم عن همام قال: انتهيت إلى معضد وهو ساجد فأتيته وهو يقول: اللهم اشفني من النوم باليسير، ثم مضى في صلاته. ومن رجال صفة الصفوة الربيع بن خثيم. عن أبي عبيدة قال: كان عبد الله بن مسعود يقول للربيع: ما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. وكان عبد الله بن مسعود إذا نظر إلى الربيع بن خثيم قال: مرحبا أبا يزيد، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك ولا أوسع لك إلى جنبه. ثم يقول: وبشر المخبتين، وهي آية في سورة الحج. الله سبحانه وتعالى يبشر المخبتين. المخبت هو الخاشع لله، هو الهابط لمهابة الله، هو الذي إذا رأيته ذكرت الله، إذا رأيته علمت أنه متصل بالله، سيماهم في وجوههم. وعبد الله بن مسعود هو صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عندما يرى هذا التابعي الخاشع المؤمن يعني كان يتمنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يشاهده ويراه، ويعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يحب هذا النوع من المؤمنين. وعن منذر عن الربيع بن خثيم قال: كل ما لا يبتغى به وجه الله عز وجل يضمحل. أي عمل لا يبتغى به وجه الله يا إخوة يا أخوات هو عمل ميت، عمل لا قيمة له، سيذبل ويفنى عاجلا أو آجلا، كما قال سبحانه: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وكما قال الإمام مالك: ما كان لله سيبقى. عن أحمد بن عبد الله بن مسروق عن الربيع بن خثيم أنه سرق له فرس أعطي به 20,000، يعني كانت قيمته غالية، فقالوا له: أدعو الله عليه. فقال: اللهم إن كان غنيا فاغفر له، وإن كان فقيرا فأغنه. وعن سعيد بن مسروق قال: أصاب الربيع بن خثيم حجر في رأسه فشجه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر له فإنه لم يتعمدني. سبحان الله، كانوا يتجملون بعين الله، يتجملون أمام نظر الله لهم، لأنهم يعلمون أن الله يحب العفو وأن الله تعالى يحب الإحسان. وعن محمد عن رجل من أسلم
من المبكرين إلى المسجد قال: كان الربيع بن خثيم إذا سجد كأنه ثوب مطروح، فتجيء العصافير فتقع عليه من شدة خشوعه وهدوئه وإخباته في هذا السجود، يسرح عن هذه الدنيا سبحان الله ويحيا مع الله. وعن خوات بن عبد الله قال: كان السائل إذا أتى الربيع بن خثيم قال: أطعموه مسكرا فإني أحب السكر، يعني كان يعطي السائل والمحتاج مما يحبه هو، وكان رضي الله عنه ورحمه الله يحب الحلوى، وهو بلا شك يقصد بذلك قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فكان يحب السكر. والمؤمن إذا أنفق مما يحب وجد العوض عند الله، وهذا مجرب ومتواتر ومعروف. واسألوا أهل الإحسان وأهل الصدقات، كلما كانت التضحية لوجه الله أكبر رأى ذلك المحسن عجائب قدرة الله. لذلك التاجر الذي جرب التعامل مع الله ورأى آيات الله أمامه ووعود الله تتحقق أمامه، سبحان الله، يتحول إلى منفق وإلى باذل آناء الليل وآناء النهار، لأنه رأى أمام عينه أن الله يعوض سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وكأن البسط في هذه الآية مرتبط بالإنفاق. كثير من القصص سمعناها عن تجار يعني أنفقوا مبالغ كبيرة جدا والله ردها لهم أضعافا مضاعفة. وليس فقط هذا الأمر محصور عند التجار، كل إنسان عنده مال ولو كان محدودا ويحبه وأنفقه ثقة وشراء لمرضات الله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذا أردت أن يبرك الله بالكرم والعطاء والحب والود فأنفق مما تحب، كلما كان هذا المال محبوبا إلى قلبك أكثر وأخرجته ثقة بالله وطمعا بمرضاته جل وعلا، كان هذا المال سببا لفتح أبواب الخير أمامك، سببا لحب الله لك، سببا لدفع الأذى والشر والمصائب عنك. عن بشر بن الحارث قال: قال الربيع بن خثيم: أنا بعصافير المسجد آنس مني بأهلي. وعن سلام بن أبي مطيع قال: كان الربيع بن خثيم إذا أصبح قال: مرحبا بملائكة الله، اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يبدأ يومه بذكر الله. وتابعونا إن شاء الله في الجزء الرابع. هذا، والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.